عبر منصة إلكترونية خاصة بنقابة المصممين في باريس، أطلق المصمم اللبناني جورج حبيئة مجموعته من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2020 و2021. هكذا كانت المشاركة اللبنانية هذا العام في أسبوع الموضة في باريس، وللمرة الأولى فرضت التجربة شروطا استثنائية بسبب جائحة كورونا. الأوت كوتير بتحس في شيء ناقص، انه هذا الكونتاكت مع الصحافه، مع الاكيب، مع الاكيب البرودكشن، الاكيب اللي بيعمل الهير اند ميك اب، مع العالم، مع الزبونات، الزباين تبع الميزون تبعنا، مع السليبرتيز اللي بيكونوا، فهذا اللي كان اكيد ناقص. بس انه كان مفروض ينعمل شيء يعني، وهذا اللي انعمل بحسه انه شيء كثير مهم اللي صار يعني. سيدتي الرئيس هو عنوان مجموعة جورج حبيئة 34، إطلالة نسائية غلب اللون الأسود على معظمها، امتزجت فيها الخطوط الكلاسيكية مع المعاصرة لتضفي رونقا من الألوان الدافئة طغى عليها الفرو. أما الرجال فخصص لهم حبيئة 6 تصاميم. العرض توج بفستان مميز لعروس 2022. سلطنا الضوء مثل ما بيقولوا على الامرأة اللي ممكن تاخذ من مركز من أهم المراكز بالعالم يعني وبالدول، وعشان هيك كانت الكولكشن إجمالاً الطاغي الأسود عليها، لأنه نحن بالنسبة لنا اللون الأسود هو لون كتير جدي وكتير رسمي وفي باور كتير قوي كتير هاللون. لا يخفي بعض مصممي الأزياء تأثير الأزمة الاقتصادية على عالم الموضة، لا سيما أن هذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على مواد أولية باهظة الثمن، فضلاً عن كونها مصدر رزق مئات العائلات. خطر رح يكون أكبر بجانفيه أو بسبتمبر بالبريتا بورتي، وإذا ظلت الأزمة هيك وصار في موجة كورونا جديدة يمكن أسهل شيء كمان على جولاي، وبالنهاية أكيد في كتير أشخاص رح يستسلموا. بين بيروت وباريس كان معرض رشيد كرام الدولي صلة الوصل في عالم الموضة، جامعيات شاركنا للمرة الأولى في رسم صورة أمل عن وطن يرزح تحت وطأة الفقر والخوف من المستقبل. رغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتحكم بكل مفاصل البلاد وقطاعاتها الإنتاجية، لا تزال دور الأزياء في لبنان تحافظ على مكانتها المحلية والعالمية، رغم تخوف البعض من عدم قدرتها على الاستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.